إن زمير أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا آمين. رفعت مختارا من شعبي وجدت داود عبدي، مسحته بدهن مقدس لأن يدي تعضده هللويا. من إنجيل معلمنا ماري متى الإنجيلي البشير. بركاته على جميعنا آمين. لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفان، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذه، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بارا يأخذه، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. والمجد لله دائما. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون، من أجل داود عبدك هيأت سراجا لمسيحي، وعليه يظهر قدسي هللويا. من إنجيل معلمنا ماري لوقا الإنجيلي البشير. بركاته على جميعنا آمين. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيداء، الذين جاءوا ليسمعوا ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون، وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا،
فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادقة. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين، لأن الموت منعهم من البقاء، وأما هذا فلأنه يبقى إلى الأبد، له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم ناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمعن أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: وذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بيت بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم
ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركات عالمين علينا آمين. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها آزرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذا لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لا أكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا، آمين. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب، كيف هم؟ فشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وأما بولس فاختار سيلا وخرج مع مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل
والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. اليوم العاشر من شهر كياهك المبارك، بركاته علينا آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 58 للشهداء 342 ميلادية، تنيح القديس البار نيكولاوس أسقف مورا. كان اسم أبيه أبيفانيوس وأمه تونة. قد جمع إلى غنى الكثير في مخافة الله، ولم يكن لهما ولد، ولما تقدم في الأيام تحنن الله عليهما ورزقهما هذا القديس الذي امتلأ من النعمة الإلهية منذ طفولته. ولما كبر أظهر نبوغا في تلقي العلم، مما دل على أن الروح القدس كان يلهمه. ومنذ حداثته عرف علوم الكنيسة ورسم شماسا، فعاش عيشة النسك والفضيلة، ولما رأوا تقدمه في النعمة رسموه قصة، وأعطاه الله موهبة عمل الآيات وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وكان بمدينة مورا رجل غني أحنى عليه الدهر، وفقد ثروته حتى احتاج إلى القوت الضروري، وله ثلاث بنات قد تجاوزنا سن الزواج ولم يتزوجنا بسبب فقر والدهن. فوسوس له الشيطان أن يوجههن للعمل في الأماكن الشريرة. فكشف الرب للقديس نيكولاوس ما اعتزمه الرجل، فأخذ كيسا به 100 دينار وألقاه ليلا من نافذة منزل الرجل. فاندهش الرجل وفرح، واستطاع أن يزوج ابنته الكبرى. وفي ليلة أخرى ألقى القديس كيسا آخر من النافذة، فتمكن الرجل من أن يزوج ابنته الثانية. واشتاق الرجل أن يعرف هذا المحسن، فسهر حتى وقت سقوط الكيس الثالث، فأسرع ليرى من الذي ألقاه، وعرف أنه القديس نيكولاوس. فخر عند قدميه وشكره لأنه أنقذ بناته من فقر المال ومن سوء السيرة. ولما تنيح أسقف مورا اختاره الشعب ليكون أسقفا على مورا، فأخذ على عاتقه أن يكون الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. وبعد مدة أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، وقبض على الكثيرين منهم وأقفل كنائسهم. وكان القديس نيكولاوس يشجعهم على احتمال الاضطهاد والتمسك بالإيمان، فقبض عليه الجند وعذبوه عذابا كثيرا، وبقى في السجن حتى ملك الإمبراطور قسطنطين وأخرج جميع المسجونين لأجل الإيمان. وكان منهم هذا القديس، فعاد إلى كرسيه مكرما. ولما اجتمع مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية لمحاكمة أريوس، كان هذا الأب بين المجتمعين. ولما أكمل سعيه الصالح بسلام انتقل إلى الرب، بعد أن أقام على كرسي الأسقفية أكثر من 40 سنة. وكانت سنو حياته تناهز 80 عاما. بركت صلواته فلتكن معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادية، استشهد القديس شورى من أهل أخميم. ولد هذا القديس بناحية شنشيف التابعة لأخميم، وكان راعيا للغنم. ولما نزل أريانوس الوالي إلى أخميم أحضروا إليه الشاب شورى، فسأله عن اسمه وبلده، فأجابه أنا اسمي مسيحي، وأعمل راعي أغنام من أهل طناي وساكن بشنشير. فتعجب الوالي من شجاعته وحسن شبابه، وأمره أن يرفع البخور للآلهة لئلا يعذبه. فأجابه أني لا أعبد
غير ربي يسوع المسيح، ومهما أردت اصنع بي عاجلا. فأمر الوالي أن يعصروه بالهمبازين، ثم أن يوقدوا تحته نار ويضعوا مشاعل في جنبيه، وأن يغسلوا جسده بالخل المذاب فيه ملح. فاحتمل كل هذه العذابات بشكر. ولما طرحوه في السجن وقف يصلي، فظهر له ملاك الرب وقواه قائلا: تشجع، لأنك غدا ستنال إكليل المجد. وفي الغد أحضر الوالي ساحرا مزج له كأس سم، فلما أمسكه القديس انفلت من يده ووقع على الأرض، فخرجت منه أفعى داسها بقدميه. فتعجب الساحر وقال للوالي: إن لي به شأن، لأن ليس لي شأن بهذا، لأن إلهه قوي. ولما لم يستطع الوالي أن يثني عزمه، أمر بقطع رأسه وتعليقه على سور قريته لتأكل الطيور لحمه. ففعل به الجند كما أمر الوالي، فأكمل جهاده الحسن ونال إكليل الشهادة. بركة الصلوات فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 255 للشهداء 539 ميلادية، تم نقل جسد القديس ساويروس بطريرك أنطاكيا إلى دير الزجاج، وذلك أنه تنيح في سخا عند أرخ مبارك اسمه ثودوسيوس، فأرسله مع بعض رجاله في سفينة إلى دير الزجاج غرب الإسكندرية ليدفن هناك. ولما صارت السفينة في النيل لم تجد ماء كافيا لتحريكها، فاحتاروا وقلقوا، ولكن الله أظهر آية فأن جعل السفينة تسير في هذا الماء الضحل لمسافة 6 أميال حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الأبيض، ثم صاروا في البحر ناحية الغرب إلى أن وصلوا إلى دير الزجاج على الشاطئ، فأنزلوه بإكرام عظيم ووضعوه في المكان الذي بناه له الأرخن دوروثيوس. وقد أجرى الله آيات وعجائب كثيرة من جسده الطاهر، وعظم الله القديس ساويروس بعد نياحته أكثر مما في حياته. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا آمين. موسى وهارون في الكهنة، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم هللويا. من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيلي البشير، بركاته على جميعنا آمين. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرحين. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزنون، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكن فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة
حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان، في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. فقال له تلاميذه: وذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، والمجد لله دائماً.